بسم الله الرحمن الرحيم. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم لأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا الذي حظي بثقة قانونية سامية بتعيينه رئيسا للمحكمة المدنية. أعطي الكلمة للسيدة وكيلة المدينة. أعين القاضية المستمعة. بتاريخ 16 مارس 1973 كما تم تغييره بتاريخ 17 مارس 2010. النيابة العامة نصرح بأن السيد قيس أرشاد قد نصب في منصبه يوم الأربعاء ربيع 13 ربيع الثاني 1944 موافق 16 2020. السادة النقباء والمحامون، السيد السادة الأساتذة الجامعيون، أولوياتي سامية بمسابقته الشريفة إلى برسم دورة يناير 2020 بتعيين رئيسا للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الدولي الثاني للعدالة بمراكش، ومع مخططات أو مرتكزات المخطط الاستراتيجي لمجلس الإدارة السلطة القضائية 2021-2026. وإذا أتولى بحمد الله وعونه مقاليد المحكمة الابتدائية المدنية بصفة رئيسا لها، عاقد العزم على إتمام العمل المتميز الذي أنجزه الأخ العزيز أستاذ إسلام نصار، والذي توج بتجديد الثقة في شخصية التي ساهمت له في بأداء هذه المحكمة، وبخلاله إلى كل السادة المسؤولين القضائيين بكل نجاعة داخل أجل مهولة ومتعددة في البلوغ، قل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.